الصلاة الصلاة صحيحة أول يوم العيد أغلبيتهم يتوجهون الملابس كلها تتوجه للمولات وتشتري وكذا، ولكن ما العادات والتقاليد إلا جيمر لا، عادات قديمة راحت. بالضبط، المحافظات الجنوبية بالجيمر، الغربية بالجيمر، بس بغداد شمالية مو جيمر، بس هو بغداد مو مثل الأول إلا جيمر الصبح. لا بس العادي يعني، بس الكليشة الكليشة والكيك هاي مستمرين بيها الشعب العراقي، ولو نسوان هالوقت بعد ما يسوون الكليشة كله دورا جاهز ديليفري ديليفري كليشة ديليفري كيك. هذا العيد يعني أنا أشوفه يختلف عن بقية الأعياد السابقة. الأعياد السابقة دا أشوف بيها كانت تبضع العوائل، تحضر أمورها تجهيزاتها سواء الملابس سواء الأكل أو إجراءات العيد الأخرى، بس هسه هذا يختلف. بس مع هذا لازالت بعض العوائل تحضر بالأمور، مثلا تجي للمولات أو المحلات وخاصة المنصور تجي تتبضع، يعني تأخذ الحاجات اللي هم يتمكنون عليها ويتسرون عليها. اثنين بقوا هاي البعض، والبعض الآخر يعدون مائدة الطعام، يعدون أكل بعض الآخر مثلا الزيارات العائلية لعوائلهم، يعدوا الكليشة هسه لا هسه أنا أشوف الكليشة بعد اللغد، لأن قاموا يوصلوها من المحلات قاموا يجيبوها للبيت، مو بس الكليشة والمواد الغذائية الأخرى. إن شاء الله يجعل كل أيامنا أعياد وسرور، وإن شاء الله عيد سعيد، والحمد لله الإقبال حلو، والناس إن شاء الله نتأمل أي ملابس الأطفال الحمد لله، أي بدنا نتبضع إن شاء الله الحمد لله. والله الأجواء لطيفة حلوة الحمد لله، وهذا رمضان يتميز عن رمضانات السابقة، الجو لطيف والحمد لله يعني. اي نعم موجود اخوالكم. والله زين الحمد لله احسن، اهم شيء الامان عندنا، يصير الامان بالبلد، يصير التواضع اكثر، يصير حتى يصير مثل قول مال موجود، يصير شغل موجود، فالناس تشتغل عليها. هذا رمضان افضل من السابق. صحيح اي نعم. والله يمشي، احنا اللي قلت لك الامان من يصير امان، واحد انسان يرتاح حتى بالعيد، يرتاح ان يطلع بالعيد، واحد يطلع يتونس، الجهال خطيات ما يطلعون.